وكرد فعل على الموضوعين جمعنا لكم بعض الآراء التي نشرت على تويتر. الأشهر كان الدكتور عبد العزيز الذي يعرف نفسه على تويتر بأنه استشاري تربوي، علق على وفاة الطفل عيسى باقتراح وضع كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية لضمان سلامة التعامل مع الطلاب. أما فرح صادق فطالبت في حال إثبات التهمة على المعلمة بأن يستقيل وزير التعليم، داعية لأهل الطفل بالصبر. وفي المقابل وحول الموقف الشهم للأستاذ السعودي نايف البلوي، يطالب نواف العنزي بتكريم المعلم معبرا عن فخره بنموذجه الأستاذ السعودي. وأيضا أشاد عبد الجواد برد فعل الأستاذ السريع، وأكد على أهمية حضور كافة معلمي المدارس لدورات الإسعاف الأولية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف حليمة قاروط من دبي، مديرة مدرسة ومختصة في التربية والتعليم. يعني أستاذة حليمة أهلا بك معنا، صباح الخير لك. أول شيء نحن بدنا نحكي عن أساليب التربية في المدارس، الممنوع والمسموح طبعا في علاقة الأستاذ بالطالب. يعني بالتأكيد المدرس قبل أن يوضع في صف تعليمي يخضع خلال دراسته يعني للكثير من التأهيل خلال فترة الجامعة، صحيح؟ نعم صباح الخير. نعم أكيد يخضع المدرس دائما لتدريب في الجامعة، وبرضه كمان يخضع لتدريب في المدارس، لأنه دائما نحن بنركز على أن المعلم عنده واجب تجاه الطالب هو التربية والتعليم، ودائما نقول التربية قبل التعليم. نعم التربية دائما تأتي قبل التعليم، مشان هيك اسمه مربي وليس فقط هو اسمه أستاذ أو معلم. هذا الأستاذ، لأنه التعليم هو بالنهاية يعتبر رسالة اجتماعية ورسالة إنسانية، فيأتي من وراءها أكيد فائدة الطالب بالعلم والمعرفة، ولكن الأساس هو التربية. طيب يعني أستاذة حليمة، المؤهلات التي يجب بحسب اطلاعك، أو يعني المؤهلات التي يجب أن تكون موجودة في المدرس، يعني هل الشهادة العلمية التي يحصل عليها المدرس في الجامعة هي تكفي لهذا الموضوع، أم هناك مؤهلات مراحل بعد الفترة الجامعية عليه أن يمر بها من أجل موضوع التربية الذي تحدثت عنه تحديدا؟ نعم والله هي تخضع لشغلتين. مثلا نحن في ميداننا لما نحن بدنا نقابل مدرسين ونعين مدرسين، مثل ما حضرتك تفضلتي، كل المدرسين المتخرجين من الجامعات عندهم الشهادات، ولكن نحن دائما نبحث عن شغلتين، نبحث عن الكاركتر، الشخصية تبع المدرس اللي هو قادر انه يكون يعمل قنوات اتصال مع الطالب، يعطي دعم للطالب، يهتم بوضع الطالب ورفع أداؤه، هذا نمبر 1. نمبر 2، دائما نحن بنطلع على المدرس اللي هو خاضع للتدريب وليس فقط هو متخرج من الجامعة. خاضع للتدريب يعني في أساليب، في تكنيكس، في استراتيجيات بنعلمها للمدرس للتعامل مع الطلاب في الفصول، لأنه نحن دائما عندنا مدرسين بيعلموا الكبار وفي مدرسين بيعلموا الصغار، وكل مرحلة لها شروطها، لها متطلباتها. مثلا في المرحلة الابتدائية نحن دائما بنطلع على المدرس يلي بيعطي الدعم والمساندة للطالب، لأنه هو بمرحلة بحاجة لكثير من الاهتمام، بحاجة لكثير من الرعاية، بحاجة كثير من الإيجابية من الأستاذ أو من المعلم ليقدر يتعلم وينتقل لمراحل الأعلى. في المراحل الأعلى المدرس مطلوب منه أكيد مع العلم والتعليم الطلاب في الاعتماد على النفس، يعلم الطالب يكون معتمد على نفسه أكثر، فهذه كلها استراتيجيات نحن بنعلمها للأستاذ أو مندربها للأستاذ ليقدر يكون قادر على أنه يعلم الطالب وليس فقط موجود مشان العلم. نعم أستاذة حليمة، في مجمل الحديث عن العلاقة بين الطالب والتلميذ هي علاقة حساسة جدا، وطبعا يعني سيف الفصل فيها جدا دقيق، فينا نقول يعني ما هي حقوق المعلم على طلابه وما هي حقوق الطالب على المعلم؟ حلو.
أول شيء العلاقة بين المعلم والطالب لازم تتسم بكلمة كتير كبيرة هي الإيجابية، هذا أول شيء. لازم تكون علاقة المدرس بطلابه بصفه بالفصل هي علاقة إيجابية مبنية على الاحترام والتقبل. الطالب لازم يحس حاله مرتاح مع الأستاذ داخل الصف ليقدر يشتغل معه، ليقدر يتقدم في دروسه. فهذه العلاقات نحن دائما بنقول أهم شيء في المدرسة، وكنا نحن عم نعمل هلأ ريسنتلي من تقريبا من كم يوم ورشة تدريبية للمدرسين. أنا بدأتها بالحديث في فيديو لريتا بيرسون على تيد توك بأمريكا، عم تتكلم هي عن الريليشنشيبس، العلاقات. العلاقة بين الأستاذ والطالب هي محور كل شيء بصير في الصف ومحور كل شيء بصير في المدرسة، لأنه الأستاذ لازم يكون عنده أو يحصل على نتائج معينة، هي زيادة عدد الطلاب المهتمين بالمادة، المستمتعين بالمادة، زيادة التحصيل الأكاديمي عند الطلاب، والتقليل من المشاكل والاضطرابات الصفية اللي بتصير. نعم، طيب يعني في يعني أيضا في حديثنا عن هذا الموضوع دائما الأهل يعني يتدخلون أستاذة حليمة، أو فينا نقول أنه متى بحسب خبرتك يحق للأهل بالتدخل، وإلى من يجب أن يتجه يعني المسؤول؟ هل إلى الإدارة مباشرة وإلا الحديث مع المعلم نفسه في حال اشتكى يعني أحد الأبناء؟ والله نحن أول شيء بنقول دائما مثلا نحن عندنا في المدرسة مفتوح الباب لكل الطلاب ليتكلموا عن أي مشكلة عندهم إياها في الفصول، يعني أي مشكلة مع أستاذ، أي مشكلة مع مدرس، دائما نحن مفتوح الباب في الإدارة، لأنه الطالب يجي يقول أنا عندي مشكلة مع هذا الأستاذ أو صار في موقف معين أنا ما كنت مرتاح فيه. هذا أول شيء نحن بنحرص عليه، إنه الطالب عنده حرية التعبير عن رأيه ويقول إذا عنده مشكلة. هنا نمبر 1. في حال مثلا الطالب فضل يتكلم مع اهله، الاهل نحن دائما كمان بنقول نحن عندنا الباب مفتوح، بيقدروا يتفضلوا على المدرسه يتكلموا مع الاداره او الشخص الاداري المسؤول، وحتى نحن بنسمح انه الطالب سوري بنسمح انه ولي الامر يجلس مع الاستاذ ويستفسر، يعني اول شيء يتحقق هل في مشكله، هل فعلا ابنه نقل له الصوره بطريقه صحيحه، او هل في خطا او سوء فهم. القنوات الحوار اللي هي مفتوحه وشفافه هي اللي بتخلينا نحن نحل صحيح. اي مشكله، لانه بالنهايه يا عزيزتي نحن عم نتعامل مع بشر، صح ولا لا؟ مزبوط. البشر ناس فيها ناس بتخطئ اخطاء، فما عندنا مشكله نحن انه نعرف المشكله لنلاقي الحل، ودائما انا بقول كل مشكله لها حلول صحيح. مش حل واحد. نعم. فنحن دائما بنشجع على الشفافيه والتكلم عن اي مشكله موجوده لنقدر نحن نحلها. نعم استاذه حليمه، انا اسمحي لي انه اتشكرك كثير على مداخلتك معنا بسبب ضيق الوقت. حليمه قاروط مديره مدرسه ومختصه في التربيه والتعليم، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.